السلام عليكم، شو اخباركم يا حلوين؟ ان شاء الله تكونون بخير. شو اخبار الدراسة وكيف استعداداتكم للفاينل؟ اسف طولت عليكم وايد، بس يعني تخيلوا تدرسون حق الفاينل، عندكم شهر رمضان تدرسون حق الفاينل، رمضان تعب وصيام ودنيا تعرفون. طبعا لا تنسون تترحمون على والدنا الشيخ خليفة بن زايد، الله يرحمه يا رب ويغفر له يا رب. ويلا نبدأ. طبعا الحين بدينا السمستر الجديد، لسن 9.1. طيب هني History of Pharmacy. History اللي هو تاريخ الصيدلة. هني عندي الفارمسي معرف لي اياها بكذا نوع، يعني عطينكم يعني شو يعني فارمسي بكذا، يعني معناها شي، كل شيء كل شيء مخبركم اياه. So الفارمسي معناها شو؟ معناها صيدلة. طيب اي شيء بالورد يعني، وانا مشرحه محددت لنا. الفارماسي is the science of collecting, preparing and dispensing. collecting يعني جمع، preparing يعني اعداد تحضير، and dispensing اللي هي يعني اصرف يعني اعطي. اوكي سو الفارماسي هي شو؟ علم، science of collecting علم جمع، وعلم تحضير، وعلم صرف الادويه. drugs يعني ادويه، تمام؟ So pharmacy science of collecting, preparing and dispensing drugs. هي علم تجميع. طيب علم collecting يعني تجميع، علم تجميع، وعلم preparing science of preparing تحضير، and dispensing drugs اللي هي صرف الأدوية. يعني أنا لما أنا مثلا واحدة صيدلانية يجيني زبون، أنا أصرف له دواء، أعطيه دواء. Is the clinical health science that combines medical science, chemistry and combines medical science, chemistry and biology. طبعا in the clinical health science علم الصحة الكلينيكي، اوكي اللي هني clinical health science. oh my god شو صار اشواء. اوكي clinical health science علم الصحة الكلينيكي. طيب combines هو شو فيه؟ يجمع ما بين شو؟ الميديكال ساينس علم العلوم، بين العلوم الطبية الميديكال ساينس، والكيمياء الطبية، والأحياء الطبية. So the clinical health science that combines علم الصحة الكلينيكي. clinical يعني كلينيكي، وhealth يعني صحة، وساينس يعني علم، تمام؟ علم الصحة الكلينيكي، clinic يعني كلينيكي اللي هي السريرية. اوكي الكلينيكال، clinical health science that combines. طيب اللي تجمع بين شو؟ بين الميديكال ساينس علم العلوم الطبية، والعلوم الكيميائية، والعلوم وعلوم الأحياء يعني الأحياء الطبية، وعلم اللي هي الأحياء الطبية البيولوجي، ميديكال بيولوجي اللي هي شو؟ الأحياء الطبية. So clinical health science combines بين medical science والchemistry والبيولوجي، تمام؟ مو تنسونها انها تجمع بين ثلاث اشياء. الطب شو فيه؟ احياء وكيمياء وعلوم، معروف. الفارماسي هني عندي الصيدلية. الصيدلية يعني اول شيء يوم حد يقول والله انا بصير صيدلاني، شو يعني صيدلاني؟ يعني شو بيدرس؟ والله انا بدرس صيدلة. شو يعني بدرس صيدلة؟ يعني بدرس الدواء هذا شو يسوي لي، طيب وكيف يأثر بجسمي، صح ولا لا؟ So الفارماسي الصيدلة هي شو؟ study of drugs، دراسة drugs action، يعني إني أنا أدرس تأثير الدواء، and the effects that those drugs have in our body، إني أدرس الأكشن ما تبعها، إن هذا الدواء شو الأكشن ماله، شو يسوي، طيب، والإفكتس that those drugs have in our body، والتأثيرات اللي تسويها هاي الدواء في الجسم، كيف تأثر؟ عرفت يعني هذا الدواء يعني كيف يأثر على جسمي، كيف يمشي صح وكذي يعني، عرفتوا؟ طيب نكمل. dispensing أنا ما أعرف صراحة شو معناها بالعربي، بس أنا فتحت لكم جوجل يعني ما نستغني عن جوجل، بس طلع معناها الاستغناء. انا ما اعرف صراحه.
هل هو يقصد الاستغناء أو لا؟ تمام. giving drug of medicine following what a doctor has written or recommended. dispensing يعني حل تعب. شوف الساكة. giving drugs or medicine أن يعطوني أدوية. تمام. or medicine بعد شو هي؟ بعد معناها دواء. طيب following يعطوني drugs or medicine. طيب following شو أن يعني يتبع تعليمات الدكتور. following what a doctor has written اتباع الأشياء اللي كتبها الدكتور. or recommended or اللي وصانا عليها. recommended درسناها في السمستر الثاني إذا متذكرين. so drugs or medicines. طيب so dispensing giving drugs or medicine. طيب follow what a doctor has written إنه يعطيني giving drugs or medicine يعطيني أدوية. following باتباع what a doctor has written or recommended باتباع شو كتب لي الدكتور أو شو وصالي عليه. أوكي نكمل هني. طبعا هني في وايد قصص في هذا الدرس، إن شاء الله يعني أنتم تعجبكم هاي القصص. يلا نبدأ. أعرف أن أنتم في استغناء كبير عن القصص وما أنتم مالكم خلق لشيء، بس مو مشكلة نكمل يعني ما في شيء يوقفنا. مرة الكثير وبقي القليل، بقى شوي عن تخرجكم، بس تمسكون شهادة تخرجكم تنسون كل التعب. وثاني شيء اهتموا بصحتكم قبل حفلة التخرج، ولا تطلعون وايد برا البيت عشان بعيد الشر لا تيكم كورونا ولا شيء وتنحرموا من حفلة التخرج. أنا صارت لي يتني كورونا وما رحت حفلة التخرج وللحين ما تخطيت، بس يلا خيرا إن شاء الله الله بيعوضني. بس أنتم انتبهوا على أعماركم. الفارماسي ستارتد ويتخلنا نمسح هذه. طبعا هني يقول لي بدأت الصيدلة. طيب exiting a very long time ago as a part of medicine. ان الفارماسي طيب كانت من شو من يعني من very long time ago منذ فترة طويلة جدا. طيب وهي طبعا part of medicine. medicine يعني طب، هي جزء من الطب. هذا شيء معروف ان الصيدلة الفارماسي part of medicine. it started in ancient old يعني ancient old يعني منذ فترة يعني قديمة، يعني هي ancient يعني قديم، هذه حاط لكم معناها old. اوكي فليغريس اللي هي روما، والجريس اللي هي اليونان. اوكي وروما اللي هي روما يعني، والميدل ايست الشرق الاوسط، وايجيبت اللي هي مصر، وانديا اللي هي الهند، وتشاينا الصين. سو هني طيب شو نحفظ يعني شو المهم؟ ان بس تعرفون ان بدت طبعا الصيدلة بدت في الجريس طيب اللي هي اليونان وروما والميدل ايست وايجيبت والانديا وتشاينا. ان هني هاي الصيدلة ابتدت من زمان في هاي الدول. انا ما اعرف اذا هو صدق مهم، بس انه مثلا كفقره احنا شو نحفظ هالاشياء. المهم in history the first time it was discovered that a person was treated using drugs. يعني في التاريخ كانت المره الاولى اللي اكتشفوا فيها طيب ان في شخص ما عولج باستخدام عقار، يعني عولج باستخدام drugs. عقار يعني اللي هو الدواء. the first time او يعني اول مره discovered يعني اكتشفوا that person ان هناك شخص was treated using treated يعني كان يعالجونه باستخدام using يعني باستخدام لدراكس انه باستخدام دواء. طيب so يقولنا first time was discovered that person was treated using drugs يعني اول مرة اكتشفوا ان في شخص عولج باستخدام لدراكس اللي هي الادوية. الدراكس يعني عقار، medicine يعني دواء، بس انه الاثنين بنفس المعنى، بس بعدين بطلع لكم معناها وبخبركم. الدرس اللي بعده was in ancient اللي هي كانت وايد قديمة. was in ancient Greece كانت وين؟ كانت في اليونان. so متى أول مرة؟ the first time وين كانت؟ في Greece. طيب
كانت في وين؟ في اليونان. أول مرة كانت في اليونان. باي. أسكليبيوس. باي أسكليبيوس، هذا العالم، هذا الإنسان اللي اخترع، اللي أول مرة يعني اللي يعني أول حد يعني اللي اكتشفوا فيها شخص عالج، كانوا يعني من منو اكتشفوها؟ من شخص اسمه اسكليبيوس، ووحدة ثانية اسمها هايجيا. اوكي طيب، سو اسكليبيوس وهايجيا، طيب هايلا الثنتين، هايلا الاثنين قالوا ان it is said that they used plant to treat wounds، انه استخدموا النبتة طيب علشان شو يعالجون جرح injury. اوكي شو استعملوا؟ استعملوا النبتة عشان شو يعالجون شو؟ انجري وونز، يعني انجري. اوكي هم حاطين لكم اياها بين قوسين، يعني وونز معناها جرح، جرح يعني اصابة. اوكي they were considered the master of medicine، وكانوا شو يعتبرون سارة الطب، و health and hygiene، والصحة والنظافة. يعني هايلا السادة مالت الطب والصحة والنظافة، هايلا يعني البوس، يعني سي اللي يقولون سي دي وهالسوالف، فهمتوا؟ سو باختصار ان شو نعرف من هاي الفقرة؟ ان اول مكان شافوا فيه اللي كانوا يستعملوا treated using drugs وين؟ في الجريسز، طيب هني في اليونان، وباي منو؟ باي هذيل الاثنين المشاهير، ما شاء الله عليهم، يعني تحفظون اساميهم. طيب وكانوا شو يستعملون البلانت النبتة علشان يعالجون شو؟ انجري، اصابة يعني. وكانوا هم شو الماسترز اوف الميديسين والهايجين والهيلث. اوكي نكمل. ان انشنت، يعني في قديم الزمان، من زمان يعني، ايجيبت، مصر، وانديا، وتشاينا، يعني هايل الثلاث دول، فيزيشن اللي هي يعني دكتور، اطباء. اوكي ما هي دكتورز معناها، انا ما اعرف ليش هم حاطين مصطلحات طبية كذي. تمام، started treating sick people using natural plant and herbs. يعني في مصر القديمة والهند والصين، طيب بدأوا الأطباء، أوكي الدكتورز، started treating sick people using شو؟ يستعملون شو؟ كيف بدأوا يعالجون الناس المرضى؟ using natural plant، النباتات natural plant اللي هي نباتات طبيعية، والherbs اللي هي الأعشاب الطبيعية. طيب however in ancient Egypt، في مصر القديمة، a small separation between pharmacy and medicine happened، ان قبل حدث فصل صغير بين الصيدلة والطب. اوكي وقرروا يعني هني قبل separation ان قالوا small separation، يعني صار فصل صغير between الفارماسي والميديسن، between الطب والصيدلة. المهم it was decided that physicians، طيب اللي هي اطباء، ان في كانوا يقومون بعض الاطباء، قرروا ان يقومون بعض الاطباء شو يسوون؟ visit sick people، ان physicians شو يسوون؟ ان visit sick people، يزورون المرضى، الناس المرضى. طيب and other physician would prepare treatment، واطباء اخرين شو يسوون؟ prepare treatment، يعني يصنعون العلاج، and wait for sick people to visit them، ويتريون شو؟ الناس المرضى يزورونهم.
يعني في مصر القديمة مرة صار يشوف فصل صغير بين الصيدلة والطب، قرروا انهم شو يعني يفصلون، يعني يسوون نفس التاتش الصغير بين الصيدلة والطب. تمام، بعد ما تسوي فصل بين الصيدلة والطب، اوكي، قرر ان بعض الاطباء يزورون مرضى، وان في اطباء ثانيين شو يسوون، يقعدون ويسوون الدواء، وهاي الاطباء شو يسوون، ينتظرون الناس المرضى يجون ياخذون الدواء من عندهم، يزورونهم يعني وياخذون الدواء منهم. يعني بس كذي مرة سووا قصة، يعني انه يفصل، انه يخلون اطباء يسوون الدواء واطباء ثانيين يروحون يشخصون، يعني فهمت علي؟ هنا يعني انه بس تعرفون انه قبل كانوا شو يستعملون الناتشرال بلانتس اللي هي النباتات الطبيعية، والهيربس اللي هي الاعشاب الطبيعية، اوكي، وين؟ في تشاينا وانديا تشاينا وانديا وايجيبت. طيب هيربس، طيب يا مس ما بعرفين نحفظ، وهيبس وقبل شي اعطيتينا كلمة وكذي، تعرفون موقع اسمه اي هيرب؟ هذا اللي يبيع منتجات طبيعية، بنات هذا وايد جميل، ينصحون فيه يعني، حتى الاولاد يقدرون يشترون منه. فانتو دايما تذكروا اي هيربس انه يبيع منتجات طبيعية وعلاجات، طبعا هي تمام للبشرة وهالأشياء، وفيها أدوية وفيتامينات وهالسوالف كلها طبيعية. طيب فأنتوا دايما تذكروا هيربس، هيربس معناها أعشاب، أوكي، هيربس معناها شو، أعشاب، a plant or a part of a plant that is used to make medicine. هي نبتة، a plant or a part of a plant، هي نبتة أو جزء من نبتة، is used to make medicine، تستخدم في صنع الأدوية، يستعملونها عشان شو، يصنعون دواء. سو الهيربس هي معناها شو، أعشاب. خلنا أكتب لكم، هيربس معناها أعشاب، هي ممكن إنها تكون نبتة أو جزء من النبتة، تمام، يستعملونها عشان شو، يصنعون الميديسين الأدوية. اوكي نكمل. خلنا نشرح further information. In India and China, doctor used many different types of natural plants and herbs to treat sick people. في الهند والصين لأن الدكاترة يستعملون different types، أنواع مختلفة من النباتات الطبيعية natural plants، والأعشاب أيضا الطبيعية الهيرب to treat sick people عشان يعالجون الناس المرضى. Some of those plants and herbs are still being used nowadays to make medicine. بعض الأعشاب لا تزال يستخدمونها في الوقت الحاضر عشان يصنعون دواء. المهم during the Islamic golden age، خلال فترة العصر الإسلامي الذهبي، القرن الثامن century of the 40th century، من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر، the separation between pharmacy and medicine. So من القرن الثامن للقرن الرابع عشر، طيب صار شو، separation، صار فصل بين الفارماسي، بين الصيدلة والطب، اوكي. مسلم Muslim scientist and patients، طيب اللي هم ان المسلمين، ان علماء والاطباء المسلمين، طيب had a lot of knowledge in chemistry and botany، ان كان لهم شو يعني معرفة كبيرة في علم الكيمستري، طيب في الكيمياء والبوتاني اللي هو علم النباتات، اوكي. سو المسلم ساينتست والفيشنس اللي هي الاطباء، طيب
هايل شو العلماء والأطباء المسلمين كان لهم علم كبير في الكيمستري والبوتاني اللي هي علم النباتات أيضا. طيب كان لهم يعني خبرة يعني معرفة كبيرة. This helped them to discover different way of preparing medicine. هذا ساعدهم في اكتشاف طرق مختلفة عشان شو يسوون preparing medicine. They also wrote a lot of books. وبعد هم شو كتب كثيرة which were letters used by scientists in Arabs. أن يستعملونها العلماء في أوروبا هالكتب اللي كتبوها. طيب قاعدين يستعملونها العلماء في أوروبا. يا رب فهمتوا يعني. سو بشكل عام خلينا نشرحها بالعربي. يقولنا هني أنه يعني في العصر الإسلامي الذهبي من القرن الثامن للقرن الرابع عشر صار شو فصلوا سووا شو سيبريشن. سيبريشن معناها فصل بين الفارماسي والميديسن، بين الصيدلة والصيدلة والطب. طيب سووا شو فصل. المسلمين العلماء المسلمين والأطباء. طيب دقيقة الأحمر هاي شو هاي معناها علماء أوكي، وهاي معناها أطباء دكتورز. شو سووا؟ كان عندهم a lot of knowledge يعني خبرات كثيرة بالكيمستري and بوتاني اللي هي شو ان لهم معرفة كبيرة في الكيمياء وهاي معناها علم النباتات. وهاي ساعدهم انهم يكتشفون شو طرق مختلفة لتحضير الادوية. وهم كتبوا شو بعد a lot of books كتب كثيرة. طيب شو قاموا يستعملونها العلماء في اوروبا حاليا اوكي. البوتاني اللي هي the part of biology that studied everything about a plant. هني قلنا لكم هاي معناها شو علم النباتات. طيب هذا شو يعني هي في part of biology هي جزء من علم الأحياء. That studies everything about plant اللي يدرس كل شيء عن النباتات such as their structure وخاصة شو من بنيتها وال classification اللي هي تصنيفها. هاي بنيتها وهي معناها تصنيفها classification وال properties اللي هي شو خصائصها والديزيز اند انترياكشن وامراضها والانترياكشن وذ انفايرمنت وتفاعلها مع البيئة. تمام بس والله وهذا يعني انه هو بارت اوف بيولوجي علم النباتات هو جزء من البارت اوف بيولوجي ذات ستاديد ايفريثينج اباوت بلانت. علم من الاحياء يدرس كل شيء عن النباتات such as their structure يدرس الستراكشر بنيتها والكلاسيفيكيشن اللي هي تصنيفها والبروبرتيز اللي هي خصائصها والديزيز اند انترياكشن الديزيز اللي هي الامراض يعني وامراضها والانترياكشن وذ ذا انفايرمنت وتفاعلها مع البيئة. المهم هنا عندي الرازي هو مسلم دكتور. هو كان طبيب مسلم دكتور scientist and فيلسوفير. تمام هو كان شو دكتور و scientist وفيلسوفير يعني دكتور وعالم وهي معناها فيلسوف. فيلسوفير معناها شو فيلسوف. تمام during the Islamic golden age من خلال العصر الذهبي الإسلامي هو منو هذا؟ هذا العالم الرازي أوكي. الرازي كان مسلم ودكتور وفيلسوف وعالم الله يرزقنا. was the first written book based on home treatment كان أول من كتب كتابا تعمد على العلاجات المنزلية. سو هو شو منو اللي أول واحد كتب كتاب تعمد على العلاجات المنزلية؟ الرازي. طيب his knowledge helped the development of pharmacy and the separation of into from medicine. معلوماته طيب يعني معرفته ساعد إن شو development
النولوجيز اللي هي المعرفة اللي عنده، ساعد انه يسوي شو develop pharmacy، development pharmacy انه يطور الصيدلة and separation، وانه ويساعد انه كيف يفصلها عن الطب. يعني هذا العالم اول واحد شو سوى؟ كتاب يعتمد based on home treatment، يعتمد على العلاجات الطبية. منو هو؟ الرازي. So الرازي first to write books based in home treatments. طيب اول واحد كتاب يعتمد على العلاجات شو المنزلية ومعرفته his knowledge. طيب development pharmacy ساعدت ان الصيدلة تتطور and separation، وساعد على ان شو يفصل، وساعد في فصل الصيدلة عن الطب، يعني وساعد في تطوير ان في تطوير الصيدلة، وساعد في فصلها عن الطب اكثر. سوري صفقت بالغلط. زين شو اهم شيء هني تعرفون انه شو خبرتكم. كم باقي صفحتين تحملوا يعني. زين الفردر انفورميشن، الفردر انفورميشن قبل على ايامنا كان يبونها، انا ما اعرف على ايامكم اذا يبوا لكم اياها او شيء، حتى متقدم عام لازم يبوا لكم اياها لان غيروا اللجنه عرفتوا، فيمكن يبوا لكم اياها فاحتياط يعني، سمعوها فهموها حاولوا تحفظون معي. الفيرست فارماسيست ذات اكزيستد ان ذا وورلد، اول صيدليات كانت موجوده في العالم، was established during the Islamic Golden Age، تأسست في العصر الذهبي الإسلامي in city بغداد، وين تأسست؟ في مدينة بغداد. So أول صيدلية كانت موجودة في العالم تأسست في العصر الذهبي الإسلامي في مدينة بغداد. So بغداد هي أول صيدلية كانت موجودة في العالم، وين كانت موجودة؟ في بغداد. الله The knowledge of pharmacy started spreading around the world very quickly by translating the books that were written in Arabic during Islamic Gold Age. بدأت مع knowledge of pharmacy spreading، بدأت تنتشر يعني معرفة بالصيدلة خلال around العالم، حول العالم بسرعة very quickly. كيف انتشرت بسرعة؟ من خلال translating، من خلال ترجمة الكتب، translating the book that were written in Arabic during Islamic، يعني من خلال ترجمة الكتب باللغة العربية إلى اللي كتبوها باللغة العربية خلال العصر الإسلامي، ترجموها لعدة لغات بدأت تنتشر. أوكي فهمتوا علي؟ in the 16th century، في القرن 16، طيب a law a rule، في قانون قاعدة was created that didn't allow doctor طيب to prepare medicine for the patient. في القرن 16 طلعوا قانون طيب أنه ممنوع لا يسمح في القرن 16. متى طلعوا هذا الرولز؟ طيب في القرن 16 لا يسمح، didn't allow doctors، لا يسمح للدكتور to prepare أنه يصنع medicine، didn't allow doctors to prepare medicine for the patient، لا يسمح للطبيب انه يصنع دواء لمريضة. Pharmacists were the only professional allowed to prepare medicine، فقط الصيدلة هم المهنيين الوحيدين المسموح لهم انهم شو يعدون الدواء المديسين هذه يعني دواء. Professionals pharmacists professional اللي هي الأخصائي الصيدلي، الصيدلي هذا الصيدلي. طيب البروفيشنال هاي المهنة الوحيدة يعني اللي تسمح انهم يصنعون شو دواء. الأطباء ما يصنعون دواء، فقط يسوون دايجنوز ويخبرونك شو الدواء اللي تاخذه، اما الصيدلاني هو اللي يصنع لك. اوكي نكمل.
الفارماسيست healthcare professionals specialized in preparing usage strong and providing medicine. مش انا هني قلت strong storing يعني انه يخزن. اوكي healthcare professional اخصائي الفارماسيست اللي هي شو صيدلاني هذه مش فارماسي صيدلة غلط صيدلية فارماسيست معناها شو صيدلاني نتكلم عن شخص الحين healthcare professional هو شو اخصائي رعاية صحية specialized مختص preparing لتحضير preparing وتحضير preparing يعني تحضير و using استخدام و storing اللي هو تخزين و providing ان تقديمها medicine يعني هو الشخص اللي مختص في شو يحضر الأدوية ويستعمل الأدوية ويخزن الأدوية واللي ويقدمها يعني فهمت علي؟ يعني انتو بس اهم شي تعرفون بس تشوفون كلمة preparing medicine و using medicine و storing medicine خلاص على طول عرفوا انها صيدلة يعني هي يعني هو سهلة. Nowadays, the responsibility of pharmacists depends on which type of pharmacy they practice and if they specialize in the area treatment. طيب هني يقول لي في هذا الوقت الحالي تعتمد مسؤولية الصيدلة على نوعية الصيدلة التي يمارسونها إذا كانوا في مختصين في مجال العلاج. ممكن إن حاليا يعني في صيدلاني مختص في العلاج، صيدلاني مختص في إنه يصنع الدواء. صيدلاني مختص في انه يقدم لك الدواء يعني على حسب فهمتوا علي. طيب ركزوا هنا there are many different type of pharmacy where a pharmacist can work are some of them are يقول لي هنا there are many different طيب هني يعني many different ان عديد من انواع الصيدلة المختلفة طيب many different type of pharmacy وايد انواع صيدلة مختلفة where pharmacist طيب ممكن ان الصيدلاني كان work are انه يعمل بها some of them انه يعني ناس كأنه يتخصص فيها عرفتوا. عندي هني community pharmacist انه شو صيدلاني مجتمع. الفارماسيست هو work in pharmacy where you would go to buy medicine. الفارماسي ان الصيدلية اللي يعمل ان اللي هي community pharmacy. خلوني اكتب لكم اياها بالعربي دقيقة. الكوميونيتي فارماسي هاي شو صيدلة المجتمع. طيب وعندنا هني صيدلة كلينيكية كلينيكال فارماسي. وهني هوم كير فارماسيست اللي هي صيدلي رعاية منزلية. طيب ما عليكم الخط قاعد اكتب بايدي. المهم الكوميونيتي فارماسيست صيدلة المجتمع. طيب هاي شو هاي الصيدلة اللي احنا متعارفين عليها اكثر شيء منتشر اللي هو يوقف في الصيدلية والبيع. Pharmacists who work in pharmacy الصيدلاني اللي يشتغل في صيدلية. Where would you go to buy medicine يعني لما انت تبى تروح تشتري دواء تروح للصيدلية عند هذا الصيدلاني ويعطيك. So community pharmacy pharmacists who work in pharmacy where you would go to buy شو to buy medicine يعني ان صيدلاني ان يعملون في صيدلية حيث اللي تذهب لشراء الأدوية منها عرفت يعني يعملون في الصيدلية العادية عرفتوا هاي الكوميونيتي فارماسي. طيب الكلينيكال فارماسيست اللي هي شو الصيدلة الكلينيكية. طيب فارماسيستس هو work in hospital with doctor and nurse. طيب
هاي الأشياء الصيدليين يعملون في المستشفيات مع الأطباء والممرضات، تمام؟ They decided and advised which treatment each patient need to improve. يعني هاي اللي يقولوا لك، هاي اللي يقولوا لك ان يعني تعرفون هاي الصيدلة اللي طلعت جديد، اعتقد حتى موجودة في كل مكان صارت، ان بدال ما تروح للدكتور تروح لها الصيدلاني تقول له شو عندك ويعطيك دواء. هو هاي هي نفس الشيء يسمونها كلينيكال، انا ما اعرف شو يسمونها في الجامعة، بس يعني نحاول اقرب لكم المعنى، فهمتوا علي؟ يعني الكلينيكال اللي هو اللي انت تروح، انت تكون تعبان مثلا، ممكن يكون الدكتور مو موجود او شيء، او مثلا في غياب الدكتور او في غياب الممرضة هو يبدأ يعطي رأي. ترى حتى الدكتور لو غاب عادي الممرضة توقف مكانه، فهمتوا؟ بس متى الممرض او الصيدلاني يوقف مكان الدكتور؟ طبعا لازم يكون عنده خبرة وماخذ شهادات او ماستر هالسوالف او دكتوراه، فهمتوا هني؟ مو واحد عادي يروح ياخذ مكان دكتور ويعطي ادوية غلط. So in clinical pharmacy هني هو work in hospital which doctor with doctor and nurse. So هاي الصيدلاني اللي يشتغل في المستشفى مع الدكتور مع الطبيب والممرضة، النيرس اللي هي ممرضة. They decided and advise، يقررون decide يعني يقررون، advise ينصحون، which treatment شو الدواء لكل مريض اللي يحتاج المريض عشان شو، عشان يعني يتحسن، عرفتوا؟ سو هو شو، هو يوقف مع الدكتور والنيرس وانه decide and advise، انه ينصح ويقرر، تمام؟ شو العلاج اللي لازم ياخذه المريض عشان يتحسن. الهوم كير فارماسي فارماسيست، طيب ان الصيدلي الرعاية المنزلية. Pharmacist who are responsible to preparing and sending medication to patient، ان هو الصيدلي المسؤول شو عن تحضير الأدوية. هاي أول مرة أسمع فيها، تمام؟ هو المسؤول عن تحضير الأدوية and sending medication، وان هو يرسل الأدوية to people who are home as they are very sick or old، يعني ان للأشخاص اللي هو يحضر أدوية ويرسلهم للأشخاص الموجودين في المنزل لأنهم مرضى جدا أو شو أو كبار السن، تمام؟ So الصيدلي الرعاية المنزلية who are responsible to preparing and sending medication to people who are very sick or old، يعني مسؤول أنه يصنع ويرسل المديكيشن، يصنع ويرسل الدواء، طيب، للناس الـ very sick، الوايد مريضين أو الـ old، الكبار السن، تمام؟ هذا منو؟ الـ home care pharmacist، المهم لخبط فيهم. الـ research pharmacist، إنه شو هني؟ صيدلي البحث، هذا أعتقد هذا لازم ياخذوا ماستر، أعتقد، وعقب أو إنه تسوي لكم براند خاص فيكم الأدوية وهالسوالف، عرفتوا؟ سو هذا نقول عنه شو، أن ليش طيب، أن كيف أنا أقدر أسوي براند خاص فيني من الريسيرش فارماسيست إذا أنا صرت هني؟ بكتب لكم إياها، صيدلي البحث، لأن خلاص أنت أصلا تبدين تطورين في الأدوية وكذي، فأكيد عندك خبرة في الكيميكال أو عندك، يعني عشان ما حد يزعل. الفارماسيست هو ديفلوب نيو درينك دراجز. الصيدلي البحث هو الصيدلي شو، طيب الفارماسيست طيب هو develop new drugs اللي يطورون أدوية جديدة. imagine below show all the type of pharmacy، الصورة أدنى توضح جميع أنواع شو الصيدلة. واو طلع في وايد أنواع صيدلة، كم مشكلة نشرحهم. هني عندي الكوميونيتي فارماسي، عرفتوها، والهوسبيتال صيدلاني المستشفى، واو هوسبيتال فارماسي، طيب والكلينيكال فارماسي، وهني عندي الكومباوندينج فارماسي،
الكونسلتنج فارماسي اللي هو المستشار، وهنا عندي ال ambulators care pharmacy، هاي اعتقد اللي تكون في سيارة الاسعاف اللي هي هذه، هاي ايوه هي الرعاية المتنقلة، وهاي regularity pharmacy صيدلة تنظيمية، والhome care pharmacy صيدلة رعاية منزلية، والresearch pharmacy اللي هي صيدلية البحث، وهني online pharmacy يعني اونلاين يعني على التلفون او على الكمبيوتر الكترونيه. وهذا الكلام يعني كله بس كذي حاطينه يعني شخبط شخبيط، بس اهم شيء تعرفونه هني يعني عرفتوا اهم شيء انتوا عليكم باللي فوق. شكلنا مطول وايد، المهم نكمل. يمكن هوسبيتالز pharmacists طيب كان also specialize in different area، ممكن يتخصص صيدلة مستشفى اوكي انه يعني في مجالات مختلفة، مثل شو ال oncology اللي هو علم الاورام، ايوه علم الاورام، وال geriatric اللي هي كبار السن، وال بيدياتريك اللي هي طب الأطفال، وال بسايشارتي اللي هي شو طب النفس. أوكي ممكن إنه يعني يختصون الصيادلة كيف يختصون في المستشفى في مجالات يعني كل يعني مثلا التمريض، أنا الحين مثلا ممرضة بخلص بكالوريوس أبى أصير ممرضة مثلا، انا ابى اصير في ال في التيتشنج في الهيلث كير مانجمنت وهالاشياء، ابى ادرس اصير يعني في الادوكيشن اوكي، فبروح بتخصص شيء يخص التعليم، او مثلا واحده ثانيه تبى تصير ممرضه في علم تساعد الدكتور مال العمليات الجراحيه، ما تبى تصير ممرضه عاديه تقيس حراره او انها تحط ابره وكذي في المستشفيات، لا ممرضه تبى تساعد الدكتور في العمليات السيرجري، فتتخصص في علم كذي يعني في علم في العمليات عرفتوا. هني نفس الشيء صيدلاني يبي يطور من دوه ممكن انه يتخصص عرفتوا، يعني يتخصص في مثلا علم الاورام، علم الطب النفسي، علم طب الاطفال، من هالسوالف. والله ختامها مسك. وشيء ثاني حابه اقولكم ان الناس اللي دفعوا ويبون دروس يعني ردوا علي من زين، ترى حتى انا مشغولة على فكرة يعني ما شاء الله دفعتوا وما تردون، يعني هالشي وايد غريب اوكي. وفي ناس اللي يبون كلاسات اوكي للحين يعني باقي كم واحد بس، باقي شوية مش وايد ابدا ما اقدر عقب استقبل، وعقب في مراجعة حق الشابتر الواحد بيكون ب150 تمام، يعني اذا انتوا تبون ترجعون مثلا مع ملخص بيكون الشابتر الواحد مع الملخص بيكون ب150 اوكي. وبس والله موفقين، واي شيء تبونه كلموني انستغرام. مع السلامه.